حشو. طيب انا عايز بس اتكلم في حته سياسه البلاك وينج، تمام؟ انا جبت مثلا حته قرعه، تمام، حطيتها على حته فولة. طبعا يا جماعه هتقيسوا سياسه البلاك وينج دي على اي كلر انت عايز تشغله، بس احنا بنتكلم في الطفره المتاحه حاليا يعني، او اللي الناس شغاله تمام عليها. جبت حته قرعه حطيتها على فولة، تمام، هتطلع لك تفتات وقرع مثلا، تمام، تمام مع ان انت تحط اللي طالع على بعض، ولا تروح تشتري مثلا حته شوشه تحطها عليه، او حته كريستي بريد تحطها عليه عشان تبقى ضامن الانتاج كله مباع. تقصد شوشة بلاك وينج؟ ها؟ شوشه بلاك وينج او شوشه أو سبليت او كريست ايا بريد. كان يعني. طيب هقول لك على حاجة. طب وليه ما نفكرش خارج الصندوق وما اتفضل، نكلفش نفسنا فلوس كتير وهو ده اللي انا عايزه، ونطور؟ هو ده اللي عايز اسمعه يعني منك. اتفضل. أنا النهاردة مثلا يا حمادة لو فرخت عصفور طفل سبليت 100%، تمام، تمام كده؟ حلو، ومعيش فلوس خلاص أشتري حاجة عشان أجوزها عليه. تمام. طب ما أنا ممكن أجوزه التاني الفلل، واخد فلل كتفين وكتف واحد وكتفين نايمين، اخد عدد كبير. هيبقى 50%، ايوه لكن هبقى وصلت ان انا فرخت فلل، تمام صح كده؟ صح طيب انا فرخت من العصفور الطفل ده 10 زغاليل، انا طبعا ما عنديش واحد، يعني انا عندي خمسه، ايوه الخمسه دول جوزتهم على فلل تاني. تمام. انا ممكن اعمل مطيه ل 50% وبعدين اكشفه تاني على بلاك وينج، اللي هيطلع 100% هجوزه لبعضه، انا طلعت فلل بلاك وينج على طول تمام، وما دفعتش فلوس. دي سياسة يوسف البنان. ده سينك سمارت، يعني ما انا ممكن افكر بذكاء. انا تمام. بص خد بالك دي مش سياستي بس، والله لو يعني انا هقول لك على حاجه. انت بتسهل انا للناس الموضوع يعني، اللي هو ما لا لا، وانا عملتها يا حماده، انا كان عندي ذكوره اكتر من النت في تمام. السبليتات، يعني في ايوه زي السبليتات، الفل. لان انا لغايه النهارده خد بالك انا لغايه النهارده ما فرختش بلاك وينج صريح. تمام، مفيش مشاكل، عادي. لاني حصل معايا سبحان الله دروب في النت، يعني ما النت كانت بتيجي تموت وتحبب وبتاع، ما تعرفش، ممكن فاتمنى تفرخ عصفور بعد 20 سنة مفيش حد فرخه، ما تعرفش. بالظبط. فطبعا ابتديت اشتغل بالذكوره فاجوز على فلل، فالحمد لله يعني عندي الحمد لله مجموعه سبليتات محترمه، لكن ما شاء الله. لسه حاجات بقى ابتديت ارد وحاجات لسه يعني هتترد وكده. ايوه لكن اللي عايز اقوله لك السبليتات بتوعي مثلا يعني كانوا ايوه خمس ذكوره ونتايتين، ايوه فجوزت النتايتين لافضل ذكرين. تمام. طب انا عندي ثلاث ذكوره طفطات او ذكرين طفط وذكر كريست بريد، طب انا هوقفهم؟ مش هوقفهم. طيب ما لهمش بيعه مثلا، تمام او انا مش عايز ابيعهم، طب ايوه هعمل ايه؟ تمام. طب ما انا ممكن اجوز تاني على هجرومه واعلم عيالهم البسهم دبل معينه او اقيد ارقام دبالهم ان دول 50% سبليت، تمام وحافظ عليهم. ايوه اللي يطلع انا بقى، انا مجوز جوزين دلوقتي سبليتات لبعض، اللي يطلع بلاك وينج صريح من ورا السبليتات لبعض دول، اللي هيطلع بلاك وينج صريح ايوه اكشف بيه تاني الحاجات ال 50%. ايوه صح طب ما انا لو عندي 10 حتت 50% او 15 حته 50% وطلع منهم خمسه بس، طلع منهم سبعه بس، طب ما زي الفل. صح. فاهمني؟ ايوه صح. يعني احنا وفي ناس بنتكلم في بتروح الهاوي اللي هو تشتري، على فكرة يا جو يعني بدون مقاطع الكلام، في ناس بتروح تشتري 50% دول صح وبتفرخ عصافير اللي باعهم، هو يعني زعلان انه باعهم. وانا اعرف ناس صح بالاسم، بس طبعا مش هنذكر اسامي يعني. لا لا، احنا شفنا ده ايام الفولو، ايوه احنا شفنا ده ايام الفولو. ليه؟ لان انا عايز اقول لك المتنحيات دايما او الطفرات المتنحيه دايما تمام بتشيل من الاجيال اللي بعدها بصفه كبيره بشكل كبير. بالظبط بالظبط. يعني انا لما بجوز سبليت لسبليت الناس كلها تقول لك يبقى اللي طالع مش بلاك وينج ده اسمه 50%، لا ده مش 50%، ايوه ده اكتر من 75%. وانا عارف انا بقول ايه، ده اكتر من 75%، اللي صح، اسمه اكتر 50% من النص عموما. اللي تمام اسمه 50% هو ان انا اجيب حته سبليت ايوه لحته نورمال خالص، ايوه فالسبليت دي 100% والنورمال دي 0%، ايوه فلما اجوز 100% ل 0% يديني 50%، صح. هو ده المسمى الحقيقي لل 50%، صح يا شو، واخد بالك؟ صح. بس وبرضه في الاول وفي الاخر هي مدارس برضه، مدارس زي ما انت قلت في وافكار الاول، احنا مش عايزين نقول ده غلط وده صح وده لا كده. لا مفيش صح. بص احنا اتعلمنا حماده في الهوايه دي ان مفيش صح مطلق ومفيش غلط مطلق، صح مفيش تمام صح مطلق ومفيش غلط مطلق، طالما ايوه بنتكلم في اجتهاد. اصل الهوايه اولها واخرها اجتهاد، ايوه طبعا يعني طبعا، زي ما انت هي كنت اجتهاد بتتكلم وتوفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر بالظبط بصراحة يعني. بالظبط، اجتهاد وتوفيق، وطبعا في شق كبير للدراسه والتعلم والسماع طبعا وكل طبعا الكلام ده مهم، طبعا، لكن في النهايه الموضوع فيه اجتهاد كبير. والدفع والخامة مش عايزين ننساه، مش تسويق، انا بقول حقيقة. لا 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 خالص خالص، انا بس عايز اعلق على نقطه. اتفضل. لما يجي لي هاوي ياخد سردتي،
لما يجي لي هاوي ياخد سادس، اتفضل. ياخدها بتمنها، ايوه ياخدها بتمنها. تمام. بمعنى لو شو؟ ما هو ده اللي انا اتكلمت معاك فيه، انت قلت لي انا بمعنى بطلع هدايا ومش بطلع. لا انا بتكلم، انا عايز اقول للهاوي ده بقى. بمعنى ايوه انا النهارده لما اطلع لك عصفور نص مثلا ايوه من ورا فلل على انجليزي، تمام تمام، تمام ما جيش احسبها لك بتمن نفس حجم العصفور ده على فلل. بالظبط كده، هو ده اللي انا حابب اقوله. ما هو ده عصفور اقرع في ايوه انا النهايه. حابب بقى اطمن الناس لا في الحته دي، احسبه، عشان لا الناس خايفه احسبه، تروح للبنان، لا خايفه تروح لحمال، خايفه تروح لفلان. لا الناس دي اصل دفع، اصل بيبيع غالي، اصل بتاع، احنا نروح نعمل، فاهم؟ يا باشا فابتدى العك من انا هنا. مش بص يا حماد، انا عايز اللي ما يجيليش ايوه ياخد مني معلومه وما ياخدش مني طيب. بالظبط انا كده يعني انا مش عايز اللي ما يجيليش يجيلي بقى بالظبط. تاني برضه. ايوه انا لا بسوق لنفسي يا ولا باشا لدماغي، لا بفضل الله احنا الحمد لله مش محتاجين نسوق، الحمد بس انا لله الحمد بتكلم لله. لكن ان لكن احنا هي الفكره بنطمن الناس. بس كده. انت مش يا عم، انت ربنا يبارك لك، انت مش لازمك تطير، خلاص بالظبط اسمع المعلومه يمكن تستفاد منها. بالظبط كده. انا النهارده مثلا عصفور النص العادي اللي هو اللي بيتباع في السوق ده اللي اقرب من القرع مثلا ايوه 8 جنيه 8 تمام جنيه تمام ونفس الحجم ده لو فولتين 8 10 جنيه. تمام لما تيجي تاخده ابن فلل هو النص ده مش هتاخده بجنيه ومش هتاخده ب 10، بالظبط كده. لكن تاخده ب 3، تاخده ايوه ب 4، تاخده ب 2 ونص. لكن لما تروح لواحد يقول لك ده ب 10 اصل ابن فلل، طب ما انا اجيبه بال10 فلل على طول. ايوه فاهمني؟ تمام فاهمني؟ تمام ولا برضه ينفع اقول له طب ما ده في السوق بجنيه، طب ما حبيبي طب ما تجيبه من السوق، ايوه. لا وهتجيبه من السوق فاضي. هتجيبه فاضي طبعا، ما هو ايوه فاهم ان هو فاضي فاضي. ونصاص طالع بالتنصاص. لكن في فرق يا جماعه بالظبط ما بين حاجتين، بالظبط. في فرق ما بين نص ابن نص، وفي فرق ما بين ربع ابن شامبيون. تفرق بالظبط اخد الربع ابن بالظبط شامبيون وما اخدش النص ابن نص. بالظبط كده. تمام. طيب حابين نتكلم بس يا جو برضه في ايجاز عن تغذية جو، عشان ننقل بقى عن يعني ايه على المعارض والقصة دي. حابين بس نتكلم في تغذية جو في ايجاز برضه، يعني بلكمك، فلارسك، احنا بيضك، بتحط سبيت، ما بتحطش، تغذيتك، فيتامينات كده طيب، يعني. انا اولا الحبوب عندي ايوه انا بشتغل، ما بشتغلش باللي هو المستورد، مش عشان هو وحش تمام لكن علشان سبب تاني في دماغي، ان انا ايوه النهارده الشكاير المستورده ما بتبقاش متاحه طول السنه، ايوه ولو الطير اتعود عليها وجيت اضطريت تاكل من الفلارس والبلكم اللي هم برضه مستوردين يعني امريكي، ايوه بس طبعا مستورد. ايوه مش بتاع ثلاجه والشركات دي، فاهم فاهم فبيحصل عندك دروب في المزرعه. تمام فلذلك انا ولا بشرب ميه فلتر ايوه ولا باكل اكل مستورد عشان اي عصفور يطلع من عندي ما يحصلوش دروب. تمام ادي رقم واحد، تمام انا باكل بلكم وفلارس بس ايوه. ومية تقريبا. حنفية يا جو؟ ميه حنفيه، انا الميه عندنا نظيفه بطبعها يعني، لكن لو على الميه عندي طبعا لو هينزل فيها صفار او فيها طعم مش حلو، ايوه يبقى اكبر الاجتهاد ان انا احط فلتر ثلاث مراحل، تمام اللي هو الفلتر الثلاث مراحل ده. تمام اللي هو لكن انا برضه عندنا برضه ايه اللي هو بيدخل اللي هو برضه العناصر للعصفور. طبعا المعادن كلها موجوده، لكن هو بالظبط بيشيل الشوائب المعادن وبيشيل بالظبط. الريحه وبيشيل الصدى والكلام ده، تمام تمام. تمام لكن انا باكل بلكم وفلارس امريكي، واحيانا باكل بلكم بلدي لو هو متغربل ونضيف، ما عنديش معاه مشكله، بالعكس انا بحبه اكتر من الامريكي يعني. تمام كيلو الكيلو يا جو كيلو الكيلو انا بحطه واحد لواحد. بتحط النيبه ولا ما بتحطش؟ لا ما بحطش تمام. ايه السبب؟ يعني بقالي فتره كبيره مبطلها، وبصراحه نسبه مهما كانت رومي ومهما كانت كذا وما بيبقى نسبه التراب فيها عاليه. تراب. وخليني اكلمك بصراحه، الدنيا بقى نظيفه واسعارها مبالغ فيها ايوه بالظبط يعني، احيانا بتوصل لسعر الفلارس واحيانا بتبقى اغلى، ايوه وفي بالظبط. النهايه القيمه الغذائيه بتاعت الدنيا بقى مش عاليه. انا حد قال لي 16 استغربت بصراحة. ما انا بقول لك، طب واكدها ليه لما انا هستعيد عنها في حاجات تانية يعني، بالظبط فاهمني؟ بالظبط. فبحط بعوض بقى الاملاح والحاجات دي في المية، ولا بتعمل ايه بقى جو؟ هقول لك انا، اتفضل. خلينا بس في الاكل الاول. خلينا في الاكل. اوكي الاكل الثابت ال 24 ساعه قدام الطير ده الكام وفلان، تمام تمام كده؟ تمام زي الفل. تمام. في بذور مثلا، في حاجة، ولا هو بلكم فارس فقط؟ لا انا بلكم وفلان بس ما بحطش حاجه تانية، تمام تمام تمام؟ تمام عندي الوجبه الاساسيه، لان وجبه الحب بالنسبه لي مش هي الوجبه الاساسيه. ايوه الوجبه الاساسيه بالنسبه لي هي وجبه الطري. والطري عندي كذا شكل، احيانا بيبقى بيض عليه خضار، تمام الخضار اللي موجود في السوق بدون اي فزلكه يعني، ايوه عشان بس ما انا بروكلي وكذا وكذا، ايوه استسهل الخضار المتاح
ناوي اللي الشاط هو قلبي وخش الشروح اقرا دانيال وانا قاعد في المطبخ وبتاع. بالظبط، خش اقرا عن فوائد كل نوع من انواع الخضار المتاح، اقرا عن فوائد الجزر، اقرا عن بالظبط فوائد بالظبط، الجرجير اي الخضر، حاجه مش هتفرق خالص. بالظبط كده. صح حط الخضار المتاح، صح والافوكاتو، بحط مش افوكاتو، انا قاعد ادور على الافوكاتو. لا، اه ما تمام الكلام انا ما بشتغلش بيه للامانه يعني، عشان بس تمام ما نبيعش للناس كلام. الله ينور الله ينور يا شوف. بحط بيض مسلوق، بسلق البيض حوالي نص ساعه، تمام مش بحط بقشر عشان بخاف من القشر بصراحه، تمام وما ببقاش فاضي ان انا اغسل البيض بيضه بيضه والكلام ده، فبغلي في ميه بخل او ميه بملح نص ساعه غليه متواصله، طبعا بزود الميه قوي عشان ما تنشفش. بعد كده بقشر البيض، وبعد ما بقشره بغسله، وبعد تمام. كده طيب هو الموبايل تقريبا ساعة عدت، فالموبايل فصل أكيد. جو هيكلمنا تاني طبعا يا جماعة، يعني زي ما احنا سمعنا هو معانا تتزاحم برضو هنا وتندمم الكلام بعض ده. الحاجات. اتفضل يا جو معاك. تمام حبيبي معلش المكالمة، بس لا ولا يهمك اتفضل. فبقول لك بحط البيض مع الخضار مع تمام الخلطة بتاعت الطحين بتاعتي، ما ايوه اعرفش انتوا يعني ممكن يكون ليها اسم تاني يعني، اللي هي تمام على خلطة خلطة البيض البقسماط يعني. يعني. اه تمام دي بيبقى فيها بقى المكملات بتاعتي، البيوتيفيت، الاوبتبريد، الفورت، البلاس، حاجات الثلاجة بقى كلها انا تمام بحطها بنسب كده معينه تمام وشغال بيها بقالي سنين. في بذور والموضوع مثلا يعني مطحونة حاجة ولا هي بس مجرد شوية بقسماط لا انا وفيتامينات؟ بميل للبذور في المستنبت، ما انا جاي لك بقى، اه جاي لك اتفضل للبذور. اتفضل. فدي خلطه البيض بالخضار، تمام تمام. تمام وممكن احيانا يعني لو انا عايز يعني اكثف بروتيني شويه مع الاصوص اللي هي معاها فروخ، بس بدي خلطه بيض من غير خضار خالص، تمام بيبقى بيض بالمطحون او بخلطه الطحين بتاعتي وبس، تمام 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 كده. طيب في عندي وجبه تانية اللي هي وجبه المستنبت، انا بستنبت 4 انواع حبوب، تمام بستنبت ال 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 القمح، ايوه بستنبت الشعير، الحلبه، الحصى، العدس اللي بجبن. تمام. ايه الفرق طبعا ما بين الاستنبات يا جو والطحن؟ يعني انا شايف مثلا لا استنبات هقول هو لك، الطحن، يعني نفس لا الفايدة، هو بياكلوا خالص، الاتنين. لا، اه اولا الاستنبات بيعلي القيمه الغذائيه بتاعت الحبايه جدا، اه تمام يعني لو الحبايه مثلا يعني فيتامين الف فيها تركيزه 10، ايوه لما بيحصل لها عمليه الاستنبات ايوه بيحصل تضاعف للفيتامين يوصل ل 50 و60 و70. تمام تمام ثانيا الحبايه المستنبته هضمها سهل جدا، ايوه سهل جدا، اه واكلها كمان يعني العصفور عندك لما بيتعود على المستنبت بتدوس تلاقيه ما شاء الله، عمال ما بتخلص تاكل مزرعتك ترجع هتلاقي الطواجن كلها فاضيه، يعني طول ما ايوه انت راجع، بالاخص كمان الاصوص اللي معاها فروخ وكده، يعني واظن بيساعد كمان كويس يعني في جدا. نسبة مية كمان عن الحبوب لو مطحونة يعني. وانا بقول لك عشان كده هضمه سهل تمام واكله سهل، تمام تمام هضمه سهل واكله سهل. وطبعا الخمائر بتبقى فيه عاليه جدا، ايوه والفيتامينات والبروتين بيبقى فيه عالي جدا. انا بستخدم العدس لان اه العدس طبعا اعلى نسبه بروتين في البقوليات تقريبا، تمام بستخدم الحلبه لان الحلبه نسبه الفيتامينات فيها عاليه جدا جدا جدا. تمام تمام الشعير مثلا. الشعير، اه لان الشعير ده من افضل الاشياء اللي بتزود الهضم ايوه وبتحسن الفلورا في المعده وبتخلي اداء المعده شكل تاني خالص، تمام ولذلك الخيل بياكلوه شعير بنسب كبيره علشان دي حقيقة فوائده. دي حقيقة. اه القمح طبعا فيه فيتامين ألف وفيه كميه عناصر مهمه وفيتامينات وسيلينيوم وحاجات كتير قوي. تمام فانا بستريح لل4 حبات دول، ايوه قمح، شعير، عدس، حلبه. تمام خلطتي بتبقى 2 كيلو قمح، ايوه 2 كيلو شعير على كيلو عدس وكيلو حلبه، تمام. وباخد منهم بقى الاثنين واحد كبشات واحد. واعملها ولا بتبقى ازاي؟ لا انا بخلطهم في طبق كبير كلهم على بعض، ال6 كيلو على بعض بخلطهم، وبعدين بقسم على قد الكميه اللي انا بحتاجها في الاستنبات اللي بتكفي مزرعتي اه انا يوم بتكلم واحد، في كده. اه ايوه تمام بقسمه مكياس وبحتفظ بالاكياس دي عندي في المطبخ، ايوه. وباخد يوم بيوم بستنبت يوم بيوم ازاي وكده. الاستنبات بقى جو بتعملها ازاي برضو؟ انا عندي مصفى ليها طبق، يعني المصفى ممكن ان شاء الله بقى اعمل له بوست يعني منفرد. تمام يا ريت. تمام المصفى غويطه وليها طبق قدها بيركب فيه، اه زي خطأ يعني. لا من تحت، اه من تحت.
ليها طبق من تحت، انا فبحط مستنيني اشوفها المصفى دي. جوه الطبق. صورها لك هتعجبك. تمام. بحط المصفى جوه الطبق وبنقع الحبوب لمدة 24 ساعة في مية، تمام كده. تمام. بغير المية كل تقريبا 6 ساعات. ايوه بعد 24 ساعة بصفي آخر آخر حاجة في النعبة، بصفي وبشطب بشوية خل كده. تمام وبعدين خلاص أنا فضيت، الحبوب بتفضل بقى في المصفى والطبقة تحتيها الحبوب بتصفي، ايوه فاهم. فاهمني؟ ايوه وبدي شطفة، كل 6 7 ساعات، شطفة واحدة، شطفة كده بغرزق كده شطفة، زي وأسيب رشة يعني كده. زي رش كده، وأسيب الحبوب تصفي شطفة، وأسيب الحبوب تصفي لغاية ما يبدأ البرعم يظهر معايا. طبعا تمام. الاستنبات في الصيف أسرع شوية من الاستنبات في الشتاء، يا دي حاجة سلام، يلاحظها تفرق يا جو. الناس. نعم؟ تفرق يا جو. درجة الحرارة لما بتكون أعلى الاستنبات بيكون أسرع. تمام. وبعمل حاجة مهمة جدا للناس اللي بتستنبت لازم تاخد بالها، أول ما بلاقي إن خلاص الحباية وصلت لمرحلة البرعم اللي هو اللي ظهر ده، بشطف تاني بخل، ده مهم. وبعدين قبل ما أكل الحباية المستنبتة بحوالي 6 أو 7 ساعات ما بخليش مية تلمسها تماما خالص. خالص. ليه بقى؟ ليه؟ عشان الحباية تمص كل المية اللي حواليها تمام. وتنشف، فأوصل لحباية ما فيهاش رطوبة خارجية. خد بالك من كلمة خارجية، تمام. طب دي تمام؟ هتضر في ايه يا جو؟ هقول لك، دايما الرطوبة هي اللي بيرتبط بيها الأمراض، هي اللي بيتلم عليها الفطريات، هي اللي بيتلم عليها البكتيريا. صح. كل ما الرطوبة عليت يا حمادة، كل ما نسبة العفن هتكون أسرع، كل ما نسبة المرض يعني فاهم البكتيريا والفطريات فاهمك. هتكون أكتر. تمام. فبحاول أقدم الحباية قدر الإمكان ما ايوه فيهاش رطوبة مياه خارجية خالص. تمام. ممكن أجمع المستنبت بتاعي أحطه في كيس، أحطه في الثلاجة، أو في المصفى بتاعته أحطه في الثلاجة. الثلاجة هتحافظ عليه إنه ما يغيرش، وهينمو طبيعي في الثلاجة، ما تخافش، يعني الثلاجة مش هتوقف النمو أبدا. ما فيش ده مشاكل. كلام على ضمانتي، ما عندكش مشكلة. تمام أول ما تلاقي الحباية نشفت خلاص ما فيهاش نسبة سوائل خارجية، لأن أنت تمام لو دوست عليها هتطلع طبعا. اكيد طبعا. أول ما يبقاش عليها سوائل خارجية خلاص كده الحباية نشفت، أنا ايوه ببتدي أستخدمها. بستخدمها إزاي؟ بضيف عليها زيوت ايوه تاني بقى. شوف أنا برجع الرطوبة بس بشكل زيوت. دي أنا ما فيهاش اتخلصت. ضرر اظن، يعني دي زي بتبعمل لا طبقة بالعكس، اساسا. بالعكس دي بتعمل طبعا الحباية وأنا بحتاجها. بالظبط كده. بستخدم زيت جوز الهند وزيت نخيل. طبعا يا جماعة، الزيوت زي ما احنا قلنا قبل كده في البسات اللي فاتت، ان في زيوت مخصصة للاكل وفي زيوت مخصصة للشعر وللجسم. دي لا طبعا حاجة ودي حاجة. زيوت كلها اكل طبعا، زيوت معصورة على البارد. الناس اللي بتستخدم الزيوت فاهمة الكلام ده، تمام زيوت معصورة على البارد ومخصصة للاكل. تمام بستخدم زيت جوز الهند وزيت النخيل، انا ايوه بحب استخدمهم في موسم الانتاج، عشان في ناس بتجيب زيت زيتون كذا كذا. برضه احنا قلنا مفيش صح مطلق ومفيش غلط مطلق، كل واحد تمام ليه مدرسته في اكيد الشغل. اكيد. بعد ما بضيف الزيوت بضيف خلطة البقسماط اللي هي اللي انا قلت عليها اللي بحطها على البيض، تمام، اللي هي برش الطحين اللي كده قلت عليها، الطحين. الطحين. الله ينور عليك. بتدي نوع، يعني نوع من انواع الايه، الكريسبي كده على الحبايه. تلاقي الحبايه عامله بالظبط. زي ما تكون محطوط عليها كريسبي كده خفيف، ايوه اكني زي ما حاطط يعني ايه رشه بهارات كده على رشه الاكل بهارات. يعني. عايز اقول ان خلطه الطحين بتاعتي دي فيها ملح، فيها ايودين اصلا، يعني هي فيها ملح، بتحط ملح فيها فيها ملح جوه. طعام. بحط تقريبا على 10 كيلو كيس اللي هو 300 جرام اللي هو الملح ده، تمام. تمام. عظم بس الصبيط. خلاص. عظم الصبيط طبعا بستخدمه، لازم عندي طول السنه. ممكن اوقفه شهرين في الصيف لو انا يعني في تغسله الاوف ازاي يا جو؟ سيزون. ده مهم بقى يا حماده، عشان بس الناس تبقى فاهمه تستخدمه ازاي. ما عشان دي مهمة جدا، مش مهمة ما بس. ينفعش، بص يا حماده، حتى لو جايلك العظمه نظيفه وبتبرق ما تديهاش الامان. صح. عظم الصبيط بتاخده بتنقعه، نقع كامل في ميه فيها مطهر. عايز تحط بيركون اس حط، عايز تحط نسبه كلور يعني مش عاليه قوي يعني، بس عايز تحط نسبه كلور حط، عايز تحط بيتادين او ايودين حط، عايز تحط اي نوع من انواع المطهرات اللي هو يعني ما فيهوش خطوره عاليه ممكن حط. اليود كمان يا جو. ما انا بقول لك بيتادين او ايودين يعني اللي هو اليود يعني، تمام تمام كده. تمام اتنقع تمام التمام، بتدعكه بفرشه، بتدعكه بليفه صحون، اللي هو يعني تشيل الطبقة اللي على الوش. تشيل الطبقه اللي هي اللزجه. هو بعد ايوه النقع هتلاقي عليه طبقه عامله زي اللزوجه كده، ايوه
تشيل الطبقة اللزجة دي من عليه وتلاقي السطح بتاعه نضف، لازم يتنشر في شمس، تمام. ويستحسن انه يتغطى عارف التل او اللي هي حاجة موصلة للشمس. حاجة تدخل شمس وتدخل ضوء، لكن ما تخليش عصفورة تيجي تتبرز عليه، ايوه او علشان برضو احيانا بتيجي الامراض من هنا، صح. لان العصفور اللي هو الطبيعي الرباني اللي في الطل ده اللي هو في الجو بيبقى حامل لامراض، هو متكيف عليها العصافير احنا ما بتستحملهاش، فالموضوع ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة. تمام. فإذا تحطه جوه الشقة مثلا وتفتح السلك ويكون داخل الشقة، المهم إن هو يوصل له شمس، ايوه وقدر الإمكان العصفور ما يعرفش يقف عليه أو كده، تمام لأن هو ريحته نفاذة، وهتبص تلاقي عصافير الجو بتجري عايزة تاكل منه. اكيد طبعا، اكيد أه طبعا. واخد او بالك؟ اي حشره او اي حاجه أو عموما أي يعني، حشرة أو أي عصفار حاجة، بتاع بوجع عام فيستحسن يعني. يكون أه بالظبط كده. تمام خلاص نشف، مسكته لقيته زي الحطب، نشف 100 100، ما فيهوش أي نسبة رطوبة، وبأكد ما فيهوش أي نسبة رطوبة، خلاص هو كده جاهز إنك أنت تستخدمه، ما عندكش منه أي مشكلة. خلاص تمام زي الفل. طيب بالنسبه للميه، عندنا 7 ايام في الاسبوع او عندنا 30 يوم في الشهر، شوف انت عايز تاخدها ازاي. بص يا حماده، انا لاني بستخدم الفيتامينات اكتر على الوجبات الطري، ايوه فانا بحب دايما ان المايه تكون نظيفه، تمام. غير مثلا اخويا احمد ابو جميله مدرسته ما عندوش يوم المايه، او يعني نادرا تلاقي المايه بيضه. ايوه تمام. لا انا بحب المايه اكتر تكون بيضه، لكن انا في عندي حاجات ثابته زي ايه، زي مثلا السنة توكس وخل التفاح، دول من 3 ل5 ايام كل شهر. ايوه مثلا ممكن قبل بداية الموسم ادي الف دال ثلاثة، وادي هيسلينيوم. تمام الهيسلينيوم انا بشتغل بيه بداية الموسم بس، تمام يعني لو انا مثلا بعلق قرشوش في شهر 10 في اول 10، تمام بشتغل بيه في شهر 8 و9 فقط، تمام وما بستخدموش تاني طوال الموسم، تمام؟ ايوه لان تمام. هو برضه ليه يعني احيانا بيزوف العصافير زيادة، فتبص تلاقي الدكر بيخش يكسر البيض، عايز يلحم عش في عش يعني، فبيعمل مشاكل احيانا. تمام. وفي حتة اللقو هنا برضه يا جوب، بخصوص السيلينيوم بقى اللي احنا بنتكلم فيها، بتحط الدكورة مثلا الأول وبعد كده بترميلها النيتي ولا بتعمل إيه؟ والله يا حماده يعني انا طول عمري شغال، او اغلبنا كان شغال بطريقه ان انت بتحط الدكوره وتعلق العش لغايه ما الدكر ياخد العين أيوه ويزوف ويسيطر، وبعدين بتدخله النتاية. تمام. لكن السنه دي انا غيرت الطريقه خالص لطريقه تانية، لقيتها افضل كتير، ويعني من باب يعني صدى، يعني ان ما ينفعش نكتم علمي. يعني أكيد طبعا. انا كان عندي مشكله ان في نتايات كتير جدا بتبقى مش عايزه تشتغل، توصل لسن 7 و8 و9 شهور مش عايزه تشتغل، سنه ومش عايزه تشتغل. ف اخويا عاصم كمال قال لي ان عاصم قال لي عاصم. جرب، وقبليه برضه كامل محمد يوسف الصيفي قالوا لي كده، بس لما عاصم اكد لي المعلومه خلاني شجعني ان انا اجرب، يعني تمام. لان انا كان بالنسبه لي الطريقه دي معناها ان الذكر مات، انك انت بدات تبوب النتايه ما الاول بالعش. هو قالها لي الطريقه اللي انت هتقولها دي، وانا برضه انا حسيت ان معناها ان الذكر مات، بس ما ماتش الحمد لله. بس ما ماتش. سبحان الله، تمام الحمد لله، يعني ده من كرم ربنا. الحمد قال لله. لي بوب النتايه الاول واديها العش، واول ما تلاقيها بتدخل العش وتطلع اعرف ان هي خلاص كده ابتدت تجهز، ابتدي دخل الذكر. بتدخل الذكر ازاي؟ بتيجي مثلا الساعه 10 الصبح مثلا دخلت الذكر للنتايه، تمام. لازم تبقى واقف على الاقل 5 دقائق 3 دقائق، ما ضربوش بعض، ما حصلتش خناقه، ما حصلتش عركه، خلاص بتسيبهم 2 3 ساعات، ولازم تبص عليهم تاني، يعني تمام. اول يوم ده ما تديش امان للنتائج، ايوه تمام؟ خلاص اليوم عدى على خير، سواء بقى كسر عليها او ما كسرش، ايوه طالما اليوم عدى على خير يبقى خلاص كده، ان شاء الله ان شاء الله مش هتحصل مشكله. تمام. الطريقه دي فادتني في ايه؟ اولا فادتني ان انا اقدر استخدم الذكر مع اكتر من نتايه، وده بالنسبه للناس بقى اللي هي نرجع تاني للناس اللي هي معهاش سيوله كتير، تشتري قصص كتير والكلام ايوه ده. لا انت ممكن من ذكر واحد مميز مع نتايتين او مع 3 نيت تعمل قطيع مش وحش، صح واخد بالك؟ لان الذكر في النهايه انا بالنسبه لي دوره ان هو بيخصب البيض. ايوه شكرا بالظبط. شكرا. هتقول لي طب وبعدين؟ اقول لك انت ممكن بعد ما النتايه تخلص بيض خالص ممكن تشيله لو انت محتاجه مع نتايه هو تانيه. المهندس عاصم قال لي كلمة حكمة بصراحة، وأنا يعني أنا ماشي بيها الموسم ده بأمانة برضو يعني، عشان
نعطي كل ذي حق حقه. هو قال لي وراني ما شاء الله احجام من الفوله المحترمه يعني. فطبعا هو كان جايب يعني حاجات محترمه برضو، انت فاهم طبعا منين. فهو قلت له يعني انت مثلا ما شاء الله في وقت معين عملت عدد او قطيع زي ما انت قلت لا باس به من عدد كويس. فهو قال لي انا ممكن بدكر واحد او دكرين اعمل نفس السياسه اللي انت بتقول عليها دي يا جو. لان انا النهارده برضو بطمن الهاوي ان انت ممكن يبقى بدكر واحد تبني غيه كامله. تمام. طبعا برضه هو الموضوع فيه توفيق من عند ربنا عز ده وجل. اكيد، ده اكيد، انت ممكن دي تجيب اول ثلاث واخر. اربع كوره ولا قدر الله واحد يموت، واحد يروح، طبعا واحد طبعا كذا، لكن هي المساله برضه توفيق من عند ربنا. اكيد طبعا. لكن انا لما جربتها حماده للامانه نجحت معايا، مع نيتي كانت انا كنت بدات افقد الامل فيها، ايوه سنها عدى السنه ومش عايزه تشتغل، بودتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، في خلال ما شاء 20 الله يوم ما شاء الله لقيتها ابتدت تخش البياضه او ما شاء العش، الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتديت اجسها لقيت ابتدت حجرها يسقط شويه ويطري، تمام. ابتديت ادخل الدكر ما شاء الله احيانا، في احيان كتير خد بالك برضه في نقطه مهمه، لو الدكر متمرس ودكر قديم عندك واتجوز مره واثنين وثلاثه هو بيعرف يسيطر في ساعتها، يعني مسافه أكيد ما بيدخل صح. 10 دقائق كبيره قوي بيكون كسر وخلاص كده جيم اوفر، يعني خلاص هو خد النتائج. بالظبط. لما بيبقى شاب صغير احيانا بيبقى خايف، لان النتايه في الحاله دي يا حماده خد بالك بتبقى زايفه جدا، ايوه صح فبتجري هي على الذكر عايزه تاكله وعايزه يعني ايوه هي اللي بتدخل على الذكر، هي اللي بتهجم على الذكر. بالظبط. فلو الذكر صغير او اول جوازه او اول شغله كتير قوي الكره بتخاف، تمام. ويفضل بقى خلاص حصلت له مشكله نفسيه بيفضل قاعد في ارضيه القفص من تحت حتى ما بيطلعش على العصايه او على الوقافه. دي حقيقة. فالطريقه دي حاول دايما تجربها مع الدكتوره الجريئه اللي هي اتجوزت مره واثنين وثلاثه عشان تضمن ان النتايج لما تبيض يكون الحصى مخصص. تمام. تمام يا جو. وطبعا بالتتابع بقى في الميه، بتحط بقى مره احماض مره املاح مره كده، دي ما فيش والله مشاكل. ما لا 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 للامانه انا ما بعملش كده الا لما بحس اني محتاج اعمل كده. لكن ليه؟ غير كده ما لان انا بتعملش اي حاجه. لا انا بحط الحاجات دي بودر على خلطه ايوه انت الكحول يعني بتاعها. اقصد ما بتعملش اي حاجه في الميه يعني. لا لا هو اهم حاجه بالنسبه لي بس السيناتوكس وخل التفاح تمام. 5 ايام تقريبا في الشهر، واحيانا لما بلاقي في حاجه الدنيا مش مظبوطه ولا حاجه مش بدي مضاد حيوي، لكن بدي مثلا مضاد فطري، بدي مثلا تريكو بلس، ايوه حاجه للكانكر، انترازول، تمام فلاجيل، ايوه امرازول، تمام الحاجات اللي هي مطهره اكتر يعني. تمام تمام طبعا كل المعلومات دي قيمة جدا. بس هننقل للنقطة اللي اعتقد ان هي من النقاط المهمة في البث، وفي نفس الوقت هي النقطة ان شاء الله هتبقى يعني الأخيرة وليس الأخيرة بإذن الله. حبيبي عاوزين نعرف استراتيجية المعارض، وليه يوسف البنان بعيد بقى عن الاستاذ بقى عنبر خالص، بعيد عن اي حد اصحابه، بعيد عن اي حاجه يعني. انا عايز يوسف البنان لوحده، ليه توجه ان هو يشارك في معرض، او ان هو يبقى عنده استراتيجيه ان هو يربي طفرات عشان ينزل معرض؟ فكر فيها ليه؟ ايه الفوائد اللي هو شافها؟ ايه الاضرار اللي هو ممكن يشوفها؟ عايز في ايجاز يعني ايه خلط في الموضوع ده بص يا حماده، هي الموضوع عشان الناس ببساطة تفهم ده شديدة، برضو. الموضوع ببساطة شديدة إن المعارض حاجة مهمة جدا ايوه وموجودة في العالم كله، تمام والعالم كله ماشي بيها، مش علشان إن أنا باين للناس إن عندي تيلور، لأ. ايوه أولا المعرض بيعلمك ايوه إنك تعرف إيه هي الستاندرز بتاعت كل طفل. تمام يعني أنا النهارده نزلت بعصفور حلو أوي 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 ايوه وما كسبش، ما توفقش. تمام تمام، مش عايز اقول خسرت، لكن اقول ما توفقتش. تمام لكن انا طلعت بمعلومه، انا بروح للحكم بعد المعرض، انا ده كان عصفوري، تمام، بعد المعرض انا ايوه بقول بعد المعرض ده كان عصفوري ايوه وما كسبش، ايوه اقدر اعرف ايه يعني ايه السلبيات اللي في الطائر. والله الطائر ده كان في واحد اثنين، طائر ممتاز طبعا في مميزات واحد اثنين ثلاثه، لكن للاسف هو نقص واحد اثنين ثلاثه، تمام ودي حاجات مهمه، فعلشان كده ما خدش اول او ما خدش ترتيب او ما خدش كذا. تمام وممكن انا يبقى لما هتعلم في الباد مود كمان يعني، ممكن يبقى هو مود طبعا، ما هو ايا يكن ايه هي ممكن النقط يبقى اجمد السلبيه، يعني. اقصد مش لازم يبقى فيه عيوب، ممكن يبقى ممكن يكون اجمد واحد ستريس في العصافير يا كلها باشا، ممكن لكن هو يكون مش في عصفور عنده الستايل ستريس، بتاعه. ممكن
انا عايز اقول لك ممكن يكون عصفور عنده ستريس، ممكن يكون عصفور بالظبط. بيقف في الشوكيج بيكش، ايوه يعني بيقف ما بيظهرش نفسه. انا عصفور تاني واقف بيعرف ازاي يعرض نفسه، بيعرف ازاي يعني. ما هو في النهاية انا كحكم لازم اشوف العصفور اللي قدامي تمام هو في الشو كونديشن، حاجة اسمها بيرفكت شو كونديشن، تمام عصفور في الكونديشن او في ال ادينا نبذة برضو مختصرة، بما ان انت راجل يعني حكم في البي اس سي، ربنا. احنا محتاجين ناخد، الله يخليك، فاحنا محتاجين ناخد نبذة عن القصة دي. بص، هو طبعا ايه يعني الكونديشن الصح؟ الكونديشن الصح ان العصفور يبقى ريشه كامل، تمام تمام كده، حتى هو في تعريف ال دبليو بي او كده، ان البيرفكت شو كونديشن البيرد ويز كومبليت فيذرز، عصفور ريشه كامل، تمام تمام، تمام عصفور ريشه كامل، حالته الصح في حاله صحيه كويسه ممتازه، ما بينهكش ديله، ما بيلعبش الكلام ده ما كله. بيديله مش مكسور، مش بينهج، ريش الديل كامل، ريش السلاحات كامل، ايوه واقف واقف في نوع من انواع يعني راسه مرفوعه كده وصدره يعني اللي هو عصفور علامة واقف، الاستفهام زي ما احنا بنقول بالبلدي. يعني لا واقف بزاويه مظبوطه، مش علامه استفهام، تمام واقف بزاويه مظبوطه، لان بالزاوية بتاعته. العصفور تمام ليه زاويه على التورش او اللي هي الوقافه دي اسمها التورش، يعني تمام ليه زاويه لازم تكون مظبوطه على التورش. ايوه فالعصفور واقف صحيا مظبوط، ريشه كامل، ريشه بيلمع مش مطفي، ايوه مش مبهدل، مش بيقلش، ما فيهوش انابيب طالعه، ما فيهوش دم، ما فيهوش يعني، فاهمني؟ هو ده ايوه الكونديشن، هو تمام ده الكونديشن، ان العصفور يبقى في حاله اعظم حالاته زي ما بنقول. تمام ايه اللي وجهك للمعارض بقى اساسا؟ يعني ايه اللي خلى يوسف يقول لا انا انا كان هشارك بقى في يعني المعرض، انا لازم اشارك في المعرض، لازم اربي هقول لك، طفرات لونيه كامله عشان اربي، يعني ليه؟ بص يا حماده، اي هاوي فينا، اي هاوي فينا حابب يستمر وحابب يعمل لنفسه اسمه، ده حق مشروع للجميع، طبعا حابب يعمل لنفسه اسمه، حابب يعمل لنفسه يعني سمعه وسط الهواه، لازم يبقى له سي في. تمام تمام كده، السي في ده عباره عن ايه؟ عباره عن انت بتربي بالك كام سنه؟ تمام ايه بصمتك في الهوايه في الفتره دي؟ دخلت كام شو؟ خدت كام تايتل؟ خدت كام مره اول؟ خدت مره كام مره تاني؟ خدت كام مره بيست؟ خدت كام مره بيست او بيزت؟ صح خدت كام مره اول مجموعه؟ صح يعني بلاش، ما خدتش خالص، ما بس خدتش غير صح سيرتك اتطورت صح ولا ما اتطورتش؟ صح عايز اقول ان يعني صعب ان انت تخش تاخد تايتل الا لما تكون دخلت مره واثنين وثلاثه، وزي ما بيقولوا كده اتكحرطت يعني، واخد بالك؟ بس يعني طبعا الامثله كتير، لكن برضه يعني ما وحابب بعيدا اقول عن للناس برضه يا جماعه ان الناس مثلا بتتكلم، يا جون طبعا تعرفني انا ما بعرفش ايه ازوق الكلام، بس يا جماعه ناس تقول تمام. لك مثلا لا دي سبوبه معموله، دي هم بياخدوا مننا 200 جنيه عشان ايه، احنا حابين بس نعرف الناس ان في جميع دول العالم لازم تدفع عشان تعمل كارنيه. فهمنا ليه بندفع اصلا يا جون؟ معلش انا حابب بس والله الناس تعرف والله ده. يا حمادة، طبعا أنا عايز أقول هسأله لك استاذ حاجة. بهاء بصفه خاصه في البث بتاعه ان شاء الله لما يبقى معانا بامر الله، بس انا برضو حابب بما انت راجل جوه المطبخ. تمام. تمام لا أنا ليا طريقة أسهل يا حمد. تمام اتفضل. اللي بيشوف إن هي سبوبة أو بيشوف كذا، أنا بقول له خلاص ما تدفعش. بالظبط يعني طب وليه تقع في الفخ؟ ما تقعش في الفخ، أنت ايوه فاهمني؟ صح يعني أنا شايف إن دي طريقة أسهل. ليه؟ تمام، لكن دي عشان موجوده في كل العالم يا جو، مش حاجه غريبه عندنا. والله للاسف، لا انا عايز اقول لك هي غريبه عندنا للاسف يعني يا حماد، لا العالم كله فيه شوهات وهو صغير، وعايز اقول لك ده نوع من الشوهات انواع بره، الاضحوكه يعني. يعني الشوهات بره، يعني انا عايز تمام اقول لك مثلا النهارده مثلا كيوسف بتشرف ان انا بنزل في شو كتف في كتف جنب عنبر، عصافير جنب عصافيره، اكيد بره ما طبعا فيش كده، اكيد بره ما طبعا فيش كده، بره في بيجنرز او مبتدئين، وفي انترميديت ناس متوسطين، وفي ناس اللي هم المحترفين، واخد بالك؟ ده شو وده شو مختلف وده شو مختلف، وما بتنقلش من درجه لدرجه بالفهلوه ولا بالمعارف، لا انت خدت كام مره في البيجنرز مثلا، بقالك كام سنه بتخش شوهات، اللي هو بقى خدت كام اللي هو مره اول؟ سكة اللي هو بيكسبوا صحابهم وبيكسبوا اللي منهم، الجو اصل ده احنا ليه؟ عايزين نرد اصل عليه يا ما جو بعد هو اذنك. حبيبي، اصل انا هرد، ما بص يا حمد، لا اصل انا انا مش هرد عايزك اقول ايه؟ ترد تدافع، انا عايزك تفهم الناس ببساطة زي ما انت بتتكلم كده. بمنتهى البساطة، أصل بص يا حبايبي، بمنتهى البساطة، أنا كحكم النهاردة ايوه انا عايزك، ايوه واقف، انا عايزك تجاوبني أولا كحكم.
او انت انا النهارده هقبل كحكم داخل الجزئيه. على العصفور بتفتح الكراسه وتشوف ده رقم كام عشان ده مين لا لا، اولا انا ما بقاش معاك ده رقم واحد. تمام. انا بقول لك الكلام يا جو، انا اللي بقول لا، الكلام ما ده انا ليه؟ هقول لك عشان اهو. انا من جوه الغواي، فاهم؟ بص يا حماد، اه اتفضل. الجمعيه لو عايزه تعمل كده، او اي جمعيه لو تمام عايزه تعمل كده، تمام مش هتلغي اسامي الهاوي من على الدبله وتحط رموز، بالظبط صح كده؟ صح كده. يعني انت تعرفني ان اسمي يوسف البنان، صح؟ ايوه صح، لكن لكن ما اعرفش بصراحه الكود بتاعك. ما تعرف، لا، وما تعرفش ان اسمي يوسف محمد مسعد. لا ما اعرفش بصراحه. طب الدبله مكتوب عليها واي ام مثلا، ام واي اه ام ام يوسف محمد مسعد. طب مين واي ام ام؟ اه لا ما اعرفش. الجمعيه لو عايزه تكسب سين او اي جمعيه، انا مش بدافع عن جمعيات، انا بتكلم انا عموما فاهم. ان جنرال. ايوه لو اي كيان بينظم معرض، لو عايز وده اللي ماشي في جميع انحاء العالم، اللي هو وده اللي الرموز ماشي دي. طبعا، ده اللي ماشي تمام. طبعا، يعني هو هو ده اللي هيبقى ماشي. يا جماعه، برضو انا حابب اقول حاجه، لما بنيجي نفتح الدفتر بنلاقي مكتوب استاذ يوسف البنان، تمام، لكن الدبله مش مكتوب عليها استاذ يوسف البنان. خالص خالص، ايوه ما انا كل حابب برضو واحد اوضح فينا دي ليه رمز للناس. ودي كود. فانا النهارده كحكم اه مثلا مطلوب مني، لو قلنا مثلا ان الشو فيه 600 طاقم مثلا، تمام تمام وفي 3 لجان تحكيم، يعني تقريبا كل لجنه بتحكم 200 طاقم، تمام تمام؟ تمام التحكيم، وانت عارف طبعا ومعانا في الكواليس، أكيد تقريبا طبعا. بياخد ساعه ونص، تمام. ساعتين لما بيطول. أه انا عشان انا وطبعا بيبقى معايا 2 اساتذه برضه اخواتي، عشان نحكم 200 طائر أه في ساعه ونص ولا في ساعه ولا في ساعتين، أه مين فاضي يمسك؟ اولا الاقفاص كلها مقفوله بإفزان طبعا. بتاع ده اللي هو الافيز ده، أه عارف أفيز الافيز اللي طبعا. هو أه تمام. كل الاقفاص مقفوله لضمان ان ما حدش يفتح قفص ويحط ايده، أه تمام كده؟ تمام ده كل فعلا. الشو كيجز أه بتقفل كده. تمام. فعشان النهارده امسك العصفور واطلعه، ايوه يعني انا رايكم انا ما اقدرش اعمل كده، حتى لو انا عايز اعمل كده ما اقدرش. تمام صح. رقم 3، مع احترامي يعني، مع احترامي للجميع، ما فيش يعني، وده ظني في كل اخواتي، ما فيناش حد لا محتاج ان هو يتعمل له كده، ايوه ولا فينا حد في الناس اللي هم في التحكيم سمعته واسمه يعني يهونوا عليه ان هو يعمل كده، فاهم انا عايز اقول ايه يا حماده؟ صح ففي النهايه بقى انا هختصر الكلام ده في كلمتين، ايوه إن انا لو عايزك ما كانش تختصر. الموضوع ايوه مبني على الثقه، صح انا بقول للهاوي بلاش، صح انا بقول له بلاش، تمام تمام لكن ليك كل الحق ان انت تيجي بعد الشو، ايوه بعد ما الدنيا تروق، تسال الحكم، والله انا ده عصفوري عايز بلاش، حتى لو مش عايز تقول له خسر ليه، ايوه عايزك تقيموا لي ليه نقاط القوه نقاط الضعف، يبتدي يتكلم معاك، صح ممكن ياخد عصفورك ويبتدي يجيبك مثلا انت داخل في باب النورمال، ايوه فيجيب عصفورك ويجيب لك الخمسه اللي هم التوب فايف في النورمال، ايوه يقول لك بص ده في كذا وده في كذا، ده احسن من ده عشان كذا، طبعا. خد بالك ان ودي الوقعه ده ده كذا، لوحده مكسب اصلا ان انت ده تتعلم لوحده حاجه زي دي. مكسب. وانا عايز اقول لك ان انا نفسي عملت دوت مع كريس كولسون ومع تمام السنه اللي هو كان كريس فيها هنا في مصر، تمام وانا كنت ستيورد للجنه بتاعته، اه وطبعا مش من حق الستيورد اللي هو او مساعد الحكم ايوه ان هو يتكلم مع الحكم اثناء التحكيم خالص، مش من حقه يعني. ايوه فانا طبعا كان هو بيحكم الاينو الكريست، وبعدين اختار عصفور عن عصفور تاني يعني. تمام فانا واقف طبعا كاتم الكلام في بقي وساكت، لان ممنوع ان انا اتكلم. تمام انا شايف ان التاني اللي هو ما خدش اول، اللي خد تاني احسن من اللي خد اول، اه هو الفرق ده اول وتاني يعني، بس انا شايف اللي خد تاني احسن من اللي خد اول، فسكت خالص لغايه ما التحكيم خلص. واليوم تقريبا يعني قبل ما نسلم الطيور، وقلت له كريس بعد اذنك انا عايز اسالك حاجه، اه فقال لي، قلت له تعالى، ليه ده خد اول وليه خد تاني؟ عارف يا حماده، والله والله انا خدت 3 معلومات اه يومها بالنسبه لي كانوا جداد خالص، ودي حقيقة. غيروا نظرتي للعصر هو كريس اصلا. ده اعتقد ده مكسب عن ان انت تاخد شهادة او جايزة يعني. طبعا ما هو انت بتتكلم في واحد زي كريس كولسون، ده راجل من ابطال العالم في الكريست، طبعا صعب ان واحد زيي هيبقى، او يعني طبعا احيانا العين بتخطأ و و و و، اه لكن اكيد هو ليه نظره غيري، اكيد اكيد. فاهم؟ الكلام ده كان من 3 سنين تقريبا، من 4 سنين حاجه زي كده. اه فبعد ما الشو خلص خالص، خدت على جنب كريس، بعد اذنك انا عايز اعرف ليه ده خد اول ليه ده خد تاني، اه فابتدى يوضح لي حاجات. لما تمام جه زارني في المزرعه عندي، انا اتفقت معاه ووافق طبعا، ده كان بعد الشو، ايوه وانا ساعتها حتى نزلت ايوه شفتها، جت ما شاء الله، السوا. كانت حاجه محترمه طبعا جدا. انا عايز اقول لك احنا كنا الايام دي كنا في لسه في اول الموسم، لان المعرض كان في نص 9
ويا دوب كنت لسه معلق عشوش، انا علقت العشوش قبل الشو بيومين. فقال لي لا ده ما يتجوزش. قلت له يا باشا لخبط اللي عايز تلخبطه، انا لسه معلق عشوش، اعمل اللي انت فلسه لا عايزه. انت اعمل اللي انت عايزه، لا في انتهى باضت ولا في ذكر لسه كفى، انت انا اعمل اللي انت عايزه. فطبعا كان دي كانت فرصه كبيره بالنسبه لي ان انا يعني اسمع كلام جديد واستفاد طبعا حاجات جديده. وده طبعا. اللي انا عايز اقوله، ان احنا كل سنه بيبقى عندنا ناس اجانب وبيبقى عندنا ناس ابطال، يعني كل سنه بفضل الله بيبقى عندنا ناس مش يعني اسامي كبيره، أكيد وكل سنه أكيد. بنتعلم منهم. انا عن نفسي والله انا بقول لكل هاوي حابب يتعلم لازم تسمع للناس دي ولازم تكلمهم أكيد وتناقشهم حتى لو انت مش مشارك في المعرض. أكيد. يعني شوف بقى انا عايز اقول ايه، وانا حتى عضو في الجمعيه، تعالى واحضر الشو واتفرج على ترتيب الاوائل صح. وروح للحكم وناقشه واتعلم. انا بقول لك تعالى استفاد مني، ايوه بلاش مش عايز تدفع فلوس ما تدفعش، مش عايز تعمل كلمه ما تعملش، ولان ده في مصلحتك طبعا. ايوه لكن طبعا. انا من الناس اللي هو مش يعني ما بحبش اخش في النقط الجدليه دي، ايوه لو يعني انت مش شايف ان ده مش في مصلحتك خلاص، لكن انا بقول لك تعالى استفاد، تعالى اتعلم، تعالى اقابل ابطال عالم ما بيجوش مصر الا في بالظبط وقت الشغل. بالظبط. بس يعني يا ريت الشو مهم تسد، لحماده جدا. انا حابب بقى اقول له انا حاجه، معلش يا ريت ما اتفضل. تسمعش للزنجي في الحته دي، يعني الزنجي هيقف لك في الحته دي، لا الناس لا مش عارف ايه، لان هو وظيفه الشيطان عموما هو بيوقفك عن اي حاجه صح عموما، في الدين بقى، في حياتك، في بيتك، في عيالك، في مراتك، في اي حاجه هيوقفك عن الحاجه اللي بقى توديك حماده للسكه يعني الصح. عايز اقول لك حاجه، لا اتفضل. احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش ثقه في بعض للامانه. دي حقيقة، احنا ما عندناش ثقه في بعض، دي حقيقة. يعني دايما عندنا فكره يعني، بس انت عارف ان انا بعلق على بوستات ولا الكلام ده، لان انا أكيد يعني أكيد لكن بنشوف انا وانت بوستات كتير أكيد. مش عارف ايه مش هينفع نعلق على الدكتور كل كذا، البوستات يا جو. الفكره دي بيسموها ايه، نظريه المؤامره دايما موجودة ودايما لا دول عايزين مش عارف ايه بتاع. انا يعني احنا ما عندنا هو ده اللي مشكلة في انا بقى الثقة بتكلم فيه، هيقعد يقول لك كذا وكذا 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 وكذا، بناء على ايه قلت ده؟ والله يا حمادة. مرة بتكلم مع واحد والله يا حمادة صادق ويعلم ربنا ان انا صادق وفي صادق شهود بس انا مش حابب اقول اسماء، لا لا من غير اسامي. هاوي قديم جدا يمكن اقدم مني ب 10 15 سنة وسنه كبير مش صغير. وبعدين اتفتح الكلام مرة احنا واقفين في السوق، فجت سيرة المحاضرات اللي احنا بنعملها بتاعت أكاديمية البادج يعني. طبعا دي حاجة محترمة جدا. فطبعا لقيته بيهاجم وبتاع، واللي بيسوقوا لنفسهم واللي بيسوقوا للطفرات بتاعتهم ومش عارف كلام طبعا. كلام ملوش لازمة. فأنا قلت له يعني والله هو في أنت مثل رأيي إيه؟ انجليزي يا جو بيقول لك خذ ما تحتاجه ودع الباقي، بيسوقوا بقى ما بيصوروش. قلت له طيب سؤال، يعني احنا النهارده في المحاضرة بنبيع حاجة؟ ده قال لي لا. قلت له طب بنشتري حاجه، طب بنقول للناس الطفره دي احسن من دي. لا انا يعني عايز اقول لك على انا في فكرة مره انت قبل كده برضو عملت محاضرة للفروستد وما كانش، او اتكلمتوا عنه بوجه عام، ومثلا انت قلت دلوقتي انا ما بربهوش مثلا يعني. لا انا المحاضره اللي فاتت قلت ان افضل تركيبه لونيه، وعدي لي الحته دي حماده بالله عليك، ماشي. قلت ان افضل تركيبه لونيه حصلت في تاريخ التركيبات اللونيه تمام كانت العصفور الريمبو. تمام وقلت اصلا انا بقول الكلام ده وانا يعني كل اريحيه، لان انا ما بربيش رنب، ايوه تمام. فاتكلم بقى فيه بقى يعني اتغزل فيه براحتي. طبعا. ليه؟ لان انا خاف اقول مثلا ده التكساس جماله كذا، لا هو عشان بيربي تكساس، ايوه ده مش عارف البلاك وينج كذا عشان بيصور البلاك وينج، يعني كفايه انا سوء ظن في بعض. انا في أكيد النهايه ما بقولكش اشتري كذا، صح. يعني عايز اقول لك مره اخويا وحبيبي يعني كامل محمد كنا في محاضره، كنت انا عامل محاضره عن التكساس والازلي، أيوه وسألني سؤال انا مش ناسيه، قال لي ايه افضل لون يتجوز على التكساس؟ فقلت له افضل لون هو اللون اللي انت تحب تتجوزه على التكساس، انت شوف انت حابب ايه وجوز. انا ايوه بيني لا انا حابب وبينك اقف يا هنا بقى، حماده، معلش يا شو انا حابب اقف هنا معلش. لا انا عايز بس اكمل الاجابه. تمام اتفضل. انا بصراحه ما كنتش بجاوبه، تمام انا كنت بهرب من كلمه بص هو عامل تركيب التكساس على كذا فهو عايز، ايوه ما دي المشكله. ما هي دي بقى نظرية المؤامرة. لا وانا بالظبط. حابب بس اقول حاجة، ان هي اذواق، يعني انا طبعا ممكن طبعا النهارده طبعا مفيش حاجة اسمها
ده مع ده وقع او ده مع ده او ايوه لازم باشا، ده مع ده، لسه كنا بنتكلم بلاك لما اتكلم ونورمال كلنا بلاك ونورمال، بلاك باشا. واوفلاين كل، لا مش كده هي لسه محمد اليكس كان عامل بوستات على نفس هذا دي المعنى، حقيقة. وعلى ان فكرة هناك محمد أليكس عنده أوبلاين وعنده نورمال وبيركب الاتنين على البلاك، تمام. وهو وانا عارف ده بقول لك، ومعترف بده، وأنا باخد منه أوبلاين وباخد منه نورمال. وانا عندي ده وعندي ده، أيوة بقول إيه لك المشكلة؟ إيه الإف ده يعني؟ مش فاهم. انا بقول لك في النهاية. لكن لما بيجي حد يقول لي الاحسن الاوبلاين ولا النورمال، بقول له ما الاحسن اللي انت عينك تشوفه احسن. الله ينور عليك، خلاص هو ده وصلنا الكلام. لمرحلة يا حمادة ان انت لو قلت لحد بتوضى وصلي هيقول لك بياخد نسبة من الصلاة، يعني عارف ايوه والله ايوه ايوه دي يعني حقيقه، دي ربنا حقيقه يعافينا يا يعني. جماعه. مش كده الدنيا يعني، احنا في هوايه مش في حرب خالص. قسمناها احزاب، قسمناها فرق، قسمناها بتاع، قسمناها ده بيقول لده، ده بيعمل لده، ده بينيل لده. مش هي مش كده خالص، هي مش كده. هو الراجل النهارده طبعا مضحي بوقته وانا مضحي بوقتي، وقاعدين بنتكلم وقاعدين بندردش وجايبين الناس المحترمه اللي شبهكم وكل الكلام دوت ليه؟ حبا في الغيه مش اي حاجه تانية، وحبا فيكم اكيد طبعا. بس تمام، ربنا يجعل في ميزان حسناتك حبيبي. الله يخليك يا باشا، ميزان حسناتنا احنا الاثنين. انا حابب بس اخر حاجه اختم بيها، اتفضل ازاي اتفضل. تجهيز العصفور للمعرض؟ طبعا انت بتجهز العصفور للمعرض من قبلها بفتره كافيه، مثلا بشهرين ولا حاجه. تمام بتبتدي انا بالنسبه لي، انا اللي انا بعمله يعني، ايوه ببتدي اعزل العصافير المتوقعه. يعني تمام مثلا انا لو حاجز 5 اقفاص ايوه تمام، ايوه بحجز حوالي 10 عصافير 12 عصفور. تمام ليه؟ لان انت ممكن تيجي قبل الشو بيوم بيومين العصفور الكونديشن بتاعه كله يتغير صح تمام كده، ايوه ببتدي احجز 10 12 عصفور، كل عصفور في عين لوحده. حتى لو انا نازل بخمسة ستة. طبعا ما هو تمام انا لازم اعمل كده، تمام والا هتزني اجي في الاخر الاقي ال5 6 اللي انا مجهزهم، ده وقع الشتين ديل، وده وقع 3 تيشات من السلاح، صح وده صح دخل في قلش، وده عينه التهبت، صح بصيت لقيت نفسي ما دفعت الفلوس الاقراص ومش نازل بطير. صح صح فاول حاجه بنصح بيها الهاوي، دايما خد الطيور يعني خد اعلى من الضعف كمان. يعني انت مثلا لو نجهز مثلا 5 اقفاص 10 12 عصفور، تمام تحط كل عصفور في عين لوحده. اولا لازم يوميا تطلع العصافير دي تحطها نص ساعه ساعه في قفص زي الشو بوكس اللي بيبقى موجود في الشو، تمام تمام علشان يتعود ان هو لو وقف هنا يوم اتنين تلاته ما يعني ما عندوش مشكله تمام تمام كده. تمام ده رقم واحد. رقم اتنين، بهتم قوي في الاول ان انا بغسل وش العصفور، وبغسل لو في اي طبعا في الماسك في عند المنقار حوالين المنقار في ايوه الكاب بتاعه من فوق، ايوه في اي بواقي اكل، في اي صفار مطرح الطري والكلام ده تمام بغسله طبعا وشه خالص. تمام بحاول طبعا اوقف الطري بقدر الامكان في قبل الشو مثلا ب 15 يوم، عشان عشان ما برضه يبهدلش احقق شكله وكده. عشان ما يتبهدلش. ايوه بعد كده ببتدي لو في ريشه مكسوره بشدها، تاخد لو قد في ايه وقت ريشه تقريبا يا جو عشان تطلع؟ حوالي 6 اسابيع 6 اسابيع. عشان تمام تطلع مكتمله يعني ايوه تمام تمام. فانا عشان كده بقول لك ببدا التجهيز قبل الشو بشهرين ايوه تمام تمام. ريشه مكسوره بشدها ما كده يعني زي ما بيقولوا افرز العصفور. ايوه تمام طبعا في ناس بحاول بقى ان تقول انا لك احط، عدي قدامه وسقف له وتنطط قدام، انت ايه يا رأيك في باشا ده؟ ما فيش الكلام ده، لان الحكم مش هيعمل كده مع العصفور. تمام برافو عليك. الحكم ده راجل مدرب ان هو بيتعامل مع العصفور باحترافيه عاليه. تمام بالعكس انا احيانا من باب ان انا بدي العصفور فرصه، وبدي العصفور برضه، وبدي الهاوي كمان صاحب العصفور فرصته. تمام انا لو عديت على العصفور ولقيته مهزوز شويه بسيبه، بحكم الباقيين وارجع ارجع له تاني تمام تمام علشان خاطر ابقى ما ظلمتوش ايوه ايوه تمام. طبعا فما فيش بقى خبط وهز القفص، وما فيش الكلام ده ايوه طبعا، تمام. والناس ده كمان تعدي قدامه ممنوع وتحطه يعني. في الصاله لا في لا وشه. حطه، لا حطه في قفص بس وخلاص، وتعامل اتعامل عادي يعني، تمام مش تعدي تفرقع بومب وصواريخ يعني، لا ايوه اتعامل عادي تمام اتحرك عادي تمام تمام كده. هو مع الوقت هيتعود ان هو بيبقى في المكان ده وهو ستيبل، ما عندوش مشكله في كده. تمام ستيبل انا ثابت يعني في مكانه. ثابت ما بيقلقش يعني. انا بستخدم الجانجل شاور، هو حاجه والله مش بسوق لها، بس انا يعني على بقول فكرة ان أنا انا أقسم بعمله. بالله كنت لسه هتكلم في القصة دي، بس تمام. بستخدم الجانجل شاور ده، حاجه دش كده أيوه
بستخدمه، برش بيه العصفور، تمام. برش رشة أو رشتين في الأول، في أول مرحلة التجهيز، وبعد كده باجي في آخر 20 يوم برش تاني كل يومين مرة كده، تمام. ده بياخد لأن كل هو يعني بالبلدي كده القاذورات اللي موجودة او الوساخة اللي موجودة وبينزل بيها وبيغذي الريش كمان، طبعا، وبيلمعه حاجات كتير. بيلمعه تمام وبيغذيه، يعني بيدي لمعة للريش كويسة. تمام تمام بس وخلاص. وطبعا قبل الشوب بيومين، ايوه ب 48 ساعة و 72 ساعة، تمام بظبط الماسك والبوتس، بشيل النقط الزايدة. تمام طبعا مئات المحاضرات اتعملت في الموضوع ده، يعني لو الناس بتتابع، طبعا. لغاية ما حافظ على السبوتس الأساسية اللي أنا عايزها، وخلاص كده كده تمام العصفور بقى جاهز بنسبة كبيرة إن هو ينزل الشغل. تمام 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 يا جو. بص انا برضو يعني زي ما متعودين التعليقات طبعا كلها منورين، الراجل المحترم الله ينور، ربنا يعزهم جميعا، يعني ناس يعني طبعا كلها ناس حبايبك كلها ربنا بترحب يعزهم. بيك. وفي ناس مثلا بتقول لك هل في التركيبات ده ينفع على الرينبو؟ اه ينفع على اي لون يا جماعة، انت لو ليك رأي تاني برضو ممكن يشونك يعني حابب كده. اي تركيبة تخص الريش ايوه تنفع نضيفها مع الالوان. تمام يعني انا عايز اعمل انجليزي كريست، ايوه ينفع اعمل انجليزي كريست ريمبو، تمام تمام. تمام عايز اعمل هجرومو انجليش مثلا، ايوه هعمل هجرومو انجليش ايزلي، تكساس، تمام بلاك وينج، اي حاجة. تمام تمام اهم حاجة تحط الطفرة اللي انت عايزها بمكوناتها وانت شغال. تمام عشان هي دي اللي هتوصل لها بعد كده. بالظبط كده، تمام. بالظبط. في حد بيسأل بيقول لك طب ممكن نعمل ايه عشان نجرأ الدكر تاني، لو دكر جبان يعني اللي انت قلت بيقعد في أرضية القفص وخاف، ايه ممكن مثلا ان احنا نعمله مثلا، او ايه انت واجهت حاجة زي كده مثلا دكر جبان مثلا فعملت معاه ايه يعني تجربتك يعني؟ تجربتي انا مع في الدكتوره اللي مفيش هي بتبقى، عادي. لا لا، تجربتي انا مع الدكتوره اللي بتبقى خايفه، اولا انا بديله نتايه، يعني مش يعني بديله نتايه مش جريئه زياده عن اللزوم، ايوه تمام. بديله نتايه عاديه، ولا هي برد يعني، ولا نتايه اللي هي صعبه في الابدان، الطيبه دي. نتايه طيبه، الله ينور عليك. ايوه ثانيا تخش انا تاكل بشيل، تخش تهرش له الجو ده. ثانيا انا بشيل العش خالص تماما عشان ما ادخلش النتايه قبل ما الذكر يتجرأ في دوره انتاجيه. تمام تمام بشيل العش خالص، او تمام بقفل باب العش ومستحسن اشيله خالص، تمام تمام وبسيبهم مع بعض في القفص اكنهم محطوطين في مطير، بس هما لوحدهم تمام تمام يوم اثنين ثلاثه، لغايه ما احس ان الذكر والنتايه خلاص اتقلفوا على بعض وهو نفسه خد الجرأه. ايوه تعرف منين ان هو خد الجرأه؟ اول ما بتحط الطري زي ما هي بتجري على الطاجن بتاع الطري، هو كمان بيجري وبيقف جنبها، تمام تمام بل احيانا كمان تلاقيه يروح بعيدها وياكل هو، بعدين هو يزقها، او بعد ما هو ياكل يسيبها تاكل، خلاص هو اتجرى ايوه تمام بقى زي ما بنقول كده، بقى البيت بيته، يعني العين دي خلاص بقت بتاعته. تمام اول ما الاقيه خلاص اتجرى وبيقفوا جنب بعض بالطريقه عاديه خالص، وزي ما انت قلت كده بيهرشوا لبعض والحاجات الطبيعيه اللي ايوه بتحصل، الطبيعية تمام ببتدي ارجع اعلق العش تاني. اتاخر 20 25 يوم، ايوه لكن ما افقدش عش كامل للنتايه، لان في الحاله دي النتايه لو لقيته فضل واقف جبان هتجهز هي اوتوماتيك مع نفسها وهتبيض وترقد، وطبعا في النهايه البيض هيبقى فاضي. تمام دي حقيقة فطب ليه اخسر بطن النتايه ليه؟ صح بس صح في اخر تعليق بيقول لك طبعا انجينيرنج محمد اليكس ابو يوسف بيقول لك الله ينور على معلومات قيمة ومناقشة مثمرة. ربنا يعزك الله اليكس، طبعا يعني الله يخليك. اليكس مش محتاج الكلام ده، بس هو بيرفع من معنوياتنا يعني. لا تمام لا تمام يا باشا، احنا كلنا اخوات في طبعا الاسلام واخوات في الهواية برضو طبعا 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 يا طبعا. جو. انا احنا بشكر طبعا انا بشكرك جدا طبعا من البسات المحترمه جدا، من ربنا هو يعزك كمان، محترم يعني ادبيا وغيه برضو ربنا يعزك كمان، ربنا بجد يخليك. والله. وانا طبعا انا هستاذنك ان في ناس طبعا هتحتاج رقمك او هتحتاج كده هتحتاج باشا التواصل معاك، فاحنا برضو وطبعا انت عارف الفانز بتوع البث بيبقى ليهم برضو ايه معامله خاصه طبعا يعني، طبعا يا باشا. بص ان حصل تعامل مع جو يعني ده طبعا بعد انا اذنك يعني. حبيبي، اولا انا رقم متاح لاي حد، ما عنديش، ربنا يخليك يا يكلمني رب في اي وقت، يعني انا لغايه الساعه 12 بالليل عادي برد على التليفون، وممكن احيانا بعد كده حبيبي. حتى لو انا حصل قدرا وما ردتش، انا رقمي ده عليه واتساب، تمام يبعت لي اي حاجه على الواتس وانا عيني دي وعيني دي. تسلم يا رب تسلم
انا عايز الناس اللي عايز اللي اقدر اديها معلومه اكتر من الناس اللي عايزه اطير. انا والله فاهم، يعلم ربنا بنيتي، دي مش حقيقة، دي موضوع حقيقة، التلزم. دي لو في حقيقة. حد حابب يجي يزورني ويسال في اي حاجه وانا تمام. بقول له انت مش عشان تيجي تزورني محتاج انك لا تشتري او الكلام الفارغ ده، المعامله او التجاريه شيء عاوز يسأل ويتعلم ويشوف طفرات بس. جديدة، يشوف مستوى اعلى، يشوف الدنيا دي ماشية ازاي بالظبط. من وانا غير ما بنصح تشتري يا كمان، جماعة. يعني جو هو النهاردة انا بيقول بنصح كمان الولاد الصغيرين يا حماده اتفضل. ان هو يتجرأ. انا بقول له اتجرأ، ايوه اعمل زيارات للهواة القديمه، للهواة الكبار اعمل لهم زيارات. صح، من غير شراء ولا بيع ولا اي حاجة. انزل سيرة يا باشا. بص انا بقول لهم اهو بالنيابه عن كل الناس اللي انا اعرفها، يعني اخواتي وحبايبي، طبعا. مفيش هاوي من الهواة الكبار هتقول له انا حابب اجي ازورك اتعرف عليك هيقول لك لو مش جاي عشان تشتري ما تجيش. مش هتحصل، ايوه انا بقول لك مش هتحصل. ايوه تمام؟ صح لا، روح زور اتفرج، تمام. املى عينيك طير. لو انت يعني لسه ما فرختش كلام كبير وما شفتش طير كتير، املى عينيك بالطير، شوف الناس عندها ايه، ايوه اعرف ذوق كل هاوي في طيور وشكلها ايه، لان كل واحد فينا ليه بصمه، طبعا، غالبا البصمه صح، دي ما بتتكررش الا في النادر، دي حقيقة، دي حقيقة، واخد بالك؟ دي حقيقة، لان وخصوصا في انت الوقت فيما اللي احنا بعد، فيه كمان. بالظبط، لان انت فيما بعد لما هتحب تعمل لنفسك بصمه ايوه هتلاقي نفسك اعجبت مثلا ببصمه الحاج احمد ابو جميله في تمام شكل كذا، وبصمه مثلا مشد في كذا، تمام بناس وحمامه في كتير. اسامي، يعني كلها انت هتلاقي نفسك عينيك ايوه ابتدت تستحسن اشكال معينه، فانت بعد كده هتوجه فكرك للي انت ابتديت تحبه، زي ما احنا ابتدينا كلنا، زي تمام ما احنا ابتدينا كلنا. اكيد. واحمد عبد الخالق بيقول لك الله ينور يا رجاله. حبيبي يا ابو حميد، احمد حبيبي عسل طبعا، باشا مصر ده احمد، حبيبي. احمد من الرجاله المحترمه طبعا. اكيد اكيد اكيد. حابب تقول اي حاجه؟ شوف في نهايه البث. لا والله انا بس بشكر الناس وبعتذر لو انا طولت عليهم، لا يا باشا ويعني انت لو اي كلام فيه غلط او فيه يعني كده اتمنى ان اخواتي تصلح لي، ما عنديش مشكله. ما فيش اي مشكله. لا خالص يا سامحوني باشا، على طلع، والله ما قصدت، يعني انا لا خالص بحاول اختصر بس، حماده بقى جلاب بجد. حبيبي. حبيبي يا شيخ، وربنا ينفع بالعلم اللي عندك وعند الناس، وربنا يعلمنا جميعا يعني. ربنا يبارك لك يا شيخ، متشكرين جدا منك يا باشا، ربنا يخليك وان يا شاء حبيبي. الله منتظرينك في لقاءات اخرى باذن الله. خلاص، في أي وقت أنا تحت حبيبي أمرك، في أي حبيبي، وقت تحت متشكرين أمرك. لسعة صدرك يا باشا. اتفضل حبيبي حبيبي يا اتفضل، باشا، سلام. وتابعنا بقى على البث بقى يا باشا. أنا هفتح نت بقى، أنا يلا بكلمك طبعا عن التليفون مش حبيبي فاتح، اتفضل لكن هتفرج طبعا. اتفضل حبيبي، يا باشا، اتفضل 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 يا يا باشا، باشا، سلام عليكم. مع السلامة. طبعا يا جماعة، يعني حابب اشكر طبعا الهاوي المحترم طبعا يوسف البنان، طبعا محافظ الالقاب استاذ يوسف البنان. طبعا البث النهارده كان بوجه اكبر على التركيبات، بوجه اكبر على لقوا الانجليش على الفلل، ولقوا الفلل على الكريست والكلام ده كله، تركيبات اللونية مع الكريست، بعيدا شوية عن الانجليش، لاني استاذ يوسف من الناس اللي هي المقيدة للتركيبات اكتر اعتقد من الانجليش. كباب ثابت، هو اكيد عنده كباب ثابت، ولكن مش ده الباب الاساسي عنده. يعني هو يحب الطفرات الريش اكتر شوية، وزي ما قال ان هو في مميزات هنا وفي عيوب هنا، في مميزات هنا في عيوب هنا، مفيش كلام. هو ده اللي لازم ناخد بيه، سواء كان قاله يوسف او سواء كان انا قلته او سواء كنت اي حد منكم قاله، هو ده اللي يتاخد بيه وبس، او كلام تاني هو ده الغلط وبس. لا، في حاجات صح قوي وفيها تحتمل اي حاجة تانية. يعني مفيش حاجة اسمها زي الصح المطلق اللي هو اتكلم فيه، لا مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها مدارس، في حاجة اسمها ما يناسب شخص لا يناسب الآخر. في حد هنا بس بيقول لي لو النتاية بتكسر مع الذكر وبتعبي تخش البياضة باستمرار مرة واحدة تصرف وتقضي خالص مع تكرار الموضوع ده. لا، دي النتاية يا باشا بيبقى عندها التهاب في الرحم أو في مجرى البيض، ودي بيبقى من الصعب علاجها. ممكن علاجها بالاستيوكير. استيوكير هو فيتامين زنك وفيتامين كالسيوم، ممكن نديلها لمدة شهر ونبتدي نجربها تاني. لو عملت نفس القصة تاني تبقى النتاية دي حاجة اسمها عطال ما بتشتغلش. طبعا ان شاء الله انتظرونا في بثات اخرى بإذن الله. البث القادم مع طفرة لونية بعينها، طفرة الإزلي، مع الدكتور
احمد يسري الشيخ، راجل من الناس المميزين جدا في الباب، الناس اللي فاهمه في الباب، اللي فاهمه تصنيف، اللي فاهمه في الطفره. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا تنسوا الدعاء، اخوكم في الله حماده طلبه، السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.